شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة، بعض الأفكار الخاطئة حول بعض الأمراض. هذا باش يكون موضوعنا اليوم، كيفية تساقط الشعر. يقول لك راهو الشعر متاعي يتيح وكل واحد عنده الطلعة متاعه، لكن شنو الصحيح؟ هذا اللي باش نجاوبكم عليه. من أول الأعراض والأسباب، المشكل يقول لك أوتوماتيكمون تلبس كاسكيت شابو راهو باش يتيح الشعر، ليس بطريقة مباشرة 100%، مش في كل الحالات، خاصة أنه القبعات تسبب في تساقط الشعر. الحقيقة أنه ارتداء لكاسكيت كبدة صغيرة وضيقة يمكن أن تسبب مشكل في الدورة الدموية وما يوصلش الدم إلى الشعر، وهذا يكون من الأسباب أنه يخلي الكاسكيت تطيح في الشعر. نقص الفيتامينات يؤدي إلى تساقط الشعر، هذه واحدة من الخرافات اللي يستعملها اليوم واللي هي فكرة غلطة. هذا الموضوع صحيح، وقت اللي يكون نقص في الفيتامين بسبب مرض مزمن أو بسبب فترة جوع مفرطة، معظم الناس اللي يواجهوا مثل هذه الظروف. لكن التجار اليوم يأكدوا، لكن الأطباء يأكدوا أنه ليس علاقة مباشرة فيما يخص الفيتامينات، نقص الفيتامينات وتساقط الشعر. هل أنه صحيح وقت اللي يكون عندك شكون في الدار كيما البو يبدأ أصلع وما عندوش شعر، دونك أوتوماتيكمون مش تكون أنت عرضة؟ هذه فرضية هي من المفاهيم الخاطئة اللي توجد في القصص فقط، واللي يمكن القول بأنه هذا المفهوم خاطئ تماما، لكنه يستند إلى معلومات خاطئة. فجميع الجينات اللي تؤثر على الصلع لا تصل مباشرة من الأب إلى الابن، بل تصل من كلا الجانبين، من الولد والولدة من جهة أخرى. هل أنه تمشيط الكثير ولفترة طويلة يتسبب في تساقط الشعر؟ هذا زيادة ما هو صحيح، خاصة أن الناس اللي تمشط في شعرها برشا ولمدة طويلة لا يسبب في تساقط الشعر، فقط إذا تمت عملية تمشيط بقوة أو تم باستخدام مشط عنده سنين متاعه جويدة ويضر بفروة الرأس. هل أنه الناس اللي تغسل برشا شعرها يخليك عرضة أكثر من الناس الأخرين أنك اليوم يتساقط الشعر؟ هذا ما هو صحيح. يجب أن تعرف أن غسل الشعر لا يسبب سقوط شعر السالم والمتنامي. هذه الشعرات المتساقطة هي الشعرات اللي تكون في المرحلة الأخيرة من نموها، وفي هذه المرحلة وصلت هذه الشعرات إلى نموها المطلوب وتكون جاهزة للسقوط. آخر فكرة غلط، هل أنه يقول لك طاح شعره من كثر التخمام؟ هذا زادة من المفترض أنه إن تم استخدام الدماغ كثيرا فإنه يصبح ساخن، وهذا الموضوع سيؤدي إلى تساقط الشعر. وإن كان هذا الموضوع صحيحا فيجب على العلماء اليوم التذكير فيه. وقت اللي نعرفوا فهم برشا علماء يخموا برشا كيما أينشتاين ولكن ما عندهمش شعر طايح، وقتا نتسألوا إذا كل علاقة ذي صحيحة وإلا لا. هذه بعض المفاهيم الخاطئة حول أسباب تساقط الشعر. شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة.